الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. تحدثنا في البلاغة وقلنا إن لفظ بلاغة له معنى والمعنى عند أهل اللغة الأمر فيه سهل لأنهم يقولون البلاغة الفصاحة وعند الحديث عن الفصاحة يقولون الفصاحة هي البلاغة حتى إن عبد القاهر لما كان في بداية الحديث في هذا العلم عرفنا أن البلاغة والفصاحة والبراعة والبيان كلهم معنى واحد يعني عبد القاهر نفسه أخذ بالمعنى اللغوي الفصاحة والبلاغة والبراعة والبيان كلهم معنى واحد لكن لما طال الأمد واختلطت لغة العرب بلغات العجم وجدوا أن هناك فصيحا وليس هو بالبليغ ووجدوا بلاغة بدون فصاحة لكنهم وجدوا أن البليغ عند أهل الفن يعني عند العلماء لابد أن يكون فصيحا إذن الفصاحة شرط في البلاغة يعني الكلام الذي بين الناس الكلام الدارج يؤدي المعنى لكن ليس بليغا عند أهل الفن لماذا؟ لأن الكلمات الدارجة ليست فصيحة ونحن شرطنا في البلاغة أن يكون الكلام فصيحا وأن يطابق الحال فإذا كان الكلام الفصيح مطابقا للحال فهو كلام بليغ والشرط موجود وهو الفصاحة لكن إذا رأيت إنسانا فصيحا لكنه لم يطابق كلامه الحال الذي يتكلم فيه إذن فهو فصيح وليس بالإيه؟ بالبليغ وكما قلت لكم لو أن إنسانا كان في مناسبة فرح يعني ذهب إلى مكان فيه تهنئة عمه يزوج ولده إذن ذهب إلى عمه ليفرحه بكلمات طيبات لأنه يزوج ولده فلما جاء الناس والتقى أهل التهنئة قالوا له يا فلان أنت يعني من أهل العلم فحدثنا بحديث إذن هذه المناسبة لها كلام يتفق معها فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل النكاح وسيلة للحياة التي رضي الله عنها لأن الله أحل النكاح وحرم السفاح هذا الكلام مناسب ولذلك يقال هو كلام فصيح وجاء على المناسبة فهو بليغ إذن الكلام فصيح إيه؟ بليغ ولذلك الناس يفرحون بمثل هذا الكلام يقولون ما شاء الله فلان حدثنا حديثا وطابق المناسبة كلمنا عن الزواج وكلمنا عن حقوق الرجل وحقوق الزوجة هذا هو المناسب
لكن لو أن بقى إنسانا لم يكن بليغا، هو لسانه موجود وعربيته موجودة، إذن هو فصيح، لكنه حينما وقف ليخطب قال الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال سبحانه كل نفس ذائقة الموت. هل هذا الكلام وإن كان نصا من القرآن هل جاء على المناسبة؟ لا. ولذلك قال يا فلان أنت تحدثنا بكلام لسنا في حاجة إليه، وهذا المقام لا يليق فيه هذا الكلام. هو صحيح كلام فصيح لكن لم يطابق الإيه. ولذلك العلماء فرقوا بين الفصاحة والبلاغ، قالوا كل كلام بليغ فهو إيه؟ فصيح. وليس كل فصيح يكون إيه؟ بليغا، لأنه إذا جاء بالفصاحة وجاء بالكلام الفصيح وطابق المقام إذن هذا فصيح وبليغ في آن واحد. لكن إذا جاء بالفصيح ولم يكن على المناسب وعلى ما يليق بالمقام إذن يقال هو فصيح، لكن يا أخي كلام لا يناسب المقام إذن ليس إيه؟ بليغا. بعد أن تحدثنا في هذا والعلماء اتفقوا عليه، تكلموا في البلاغة وقالوا لها إيه طرفان. طيب اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله نفعنا بعلومه وبعلوم شيخ مسجد آمين. آمين. والبلاغة طرفان أعلى إليه تنتهي وهو حد الإعجاز وما يقرب منه، وأسفل منه تبتدي وهو ما إذا غير الكلام عنه إلى ما هو دون إلى ما هو دونه التحق عند البلاغة. لا، إلى ما هو دونه. إلى ما هو دونه التحق عند البلاغاء بأصوات الحيوانات وإن كان صحيح الإعراب. وبين الطرف وبين الطرفين مراتب كثيرة متفاوتة. لا، مراتب كثيرة متفاوتة. هو في الحقيقة البلاغة لها طرفان، لكن كما قال الجاحظ هو رجل صاحب بيان، قال إن الكلام على ثلاثة أقسام: أعلى كلام وهو كلام الله، لأن كلام الله هو المعجز الذي لا يستطيع أحد مهما بلغ في فصاحته وبلاغته أن يطاول القرآن. إذن أعلى كلام هو كلام الله، لأننا إذا قلنا الكلام البليغ ما هو إلا مطابقة الفصيح لمقتضى الحال، كأننا بهذا نقول إن الذي يعرف أحوال المخاطبين وكلامه يطابقهم فكلامه بليغ. هل هناك أحد بعد الله يعرف العباد؟ هل هناك؟ لا أحد. ولذلك كلام الله عز وجل مطابق لأحوال العباد في دنياهم وفي أخراهم وفي كل مكان وفي كل زمان وعلى جميع أحوال النفس. إذن هذا الكلام لا يستطيعه إلا المولى عز وجل. لذلك العرب حينما سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا كلام جاء به محمد مع أنه عاش بيننا، فكيف يأتي بكلام ما تكلمناه ولا هو يستطيع أن يتكلم به من عند نفسه؟ إذن من الذي علمه؟ أخذوا يقولون إنما يعلمه بشر. من فلان؟ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. إذن معنى هذا أن القرآن الكلمات فيه عربية، أما سبك الكلام ونظم الكلام
وتعليق الكلم بعضها ببعض هذا ما كان من عند رسول الله، وإنما نظم هذا الكلام من عند رب العالمين. إذن هذا لا يكون إلا من الله. ولذلك أنتم تعلمون ما حدث من أبي الوليد حينما جلس مع إخوانه وقالوا: ألا يستطيع أحد أن يذهب إلى محمد حتى يسكته عن الكلام الذي يقوله؟ قال: أنا أكفيكموه. أنت؟ نعم، اذهب، محمد هنا وجالس هناك، فاذهب إليه. فذهب أبو الوليد وقال: يا محمد. نعم يا أبا الوليد. قال: ماذا تريد من هذا الذي تقوله؟ كنت تريد ملكا ملكناك علينا، كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنانا مالا، إن كنت تريد النساء، لأنه كانت له زوجة واحدة وعاش معها 25 عاما، وفي هذا رد على الذين يتكلمون. كنت تريد زوجات، لأن العرب كانوا يتزوجون بالعشرات والمئات، كنت تريد زوجات زوجناك 10 من كريمات العرب. وكلما قال مقطعا يقف فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: هيه، يعني قل: وإن كان الذي يأتيك رأي من الجن، عفريت من الجن، جمعنا لك الطب حتى تعافى. هيه، سكت. فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: اسمع مني، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، يعني هذا الذي أقوله لكم نزل، ونزل ممن؟ من الرحمن الرحيم. وهم يعلمون كلمة الرحمن تعني المنعم بعظائم النعم، والرحيم المنعم بصغائر النعم. إذن يعني تنزيل من الرحمن الرحيم، أي من المنعم بكل النعم عظيمها وصغيرها. سكت. نعم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، يعني أنتم تعلمون ما أقول تماما. وظل يقرأ وأبو الوليد ينكمش ويتضاءل حتى وصل إلى قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقام أبو الوليد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: حسبك يا محمد، فإني أرى الصواعق ستنزل علي. إذن معنى هذا أنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لم يؤمن به، ثم انخنس وذهب وترك أصحابه وخرج إلى بيته. فقام أصحابه وذهبوا إليه، فلما تركوا الباب خرج إليهم: ماذا تريدون؟ قالوا: يعني قلت لنا أنا أكفيكموه وكذا وكذا، ماذا جرى؟ صبأت؟ قال: لا، أنا على دين آبائي وأجدادي، لكن لماذا تركتنا؟ قال: والله لقد سمعت من محمد كلاما ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، وما يقوله بشر، وإن له لحلاوة. يعني حينما سمع القرآن وجد حلاوة في القرآن وهو كافر، ما وجدها في شعر ولا في سحر ولا في نثر. وإن عليه لطلاوة، وتقرأ بالضم، وإن عليه لطلاوة يعني زينة، يعني له حلاوة وله زينة. وإن أعلاه لمثمر،
وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو وما يعلى عليه. ما شاء الله يا أبا الوليد جننت. لا، وما يقوله بشر، ماذا ترى فيه؟ قال إن هذا إلا سحر يؤثر، يعني هو سحر لكن لا أدري من أي باب جاء، وظل على كفره. إذن القرآن في أعلى الدرجات. قال الجاحظ رحمه الله صاحب البيان والتبيين وصاحب كتاب الحيوان وله يعني عدة مؤلفات وفيها بيان، قال وهناك كلام بعد كلام الله وهو كلام رسول الله، كلام محمد. قال صلى الله عليه وسلم أنا أفصح العرب، خلاص قالها رسول الله، أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، إلا أني من إيه؟ يعني أنا منهم نسبا، ولكن علمني ربي وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ولذلك في قسم أصول اللغة يقولون لا يحيط باللغة إلا نبي. لماذا؟ لأن الذي يعطيه اللغة ربه، لو أعطاه أبوه أو الذين من حوله أعطوه شيئا وتركوا أشياء، لكن حينما يعطيه الله إذن سيعطيه كل شيء. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يملك البيان بجميع اللهجات، مع أنه لم يذهب إلى قبائل العرب في أماكنهم، لكن من الذي علمه؟ علمه ربه. لما دخل عليه سيدنا علي وجده يكلم كل قبيلة بلغتها عجب، قال رسول الله أنا معه. متى تعلم هذه اللهجات؟ ووقف عليه علامات العجب. قال صلى الله عليه وسلم ماذا يا علي؟ قال يا رسول الله أرى عجبا، أراك تكلم كل قبيلة بلغتها كأنك أفصح أبنائها. بأبي أنت وأمي يا رسول الله من علمك؟ قال لا تعجب يا علي، أدبني ربي فأحسن تأديبي. يعني لا عجب في هذا، لأن الذي أدبني وعلمني ورقاني هو ربي عز وجل. إذن لا عجب في من علمه الله. إذن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كلام الله، إلا أن هناك فارقا بين كلام الله وكلام رسول الله. كلام الله لفظا ومعنى من عنده، ولذلك نصلي بالقرآن، لكن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم المعنى من عند الله والنظم لرسول الله. المعنى من عند الله والنظم لرسول الله. إذن يؤخذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد كلام الله، لكن لا يصلى به. يعني يأتي واحد ويقول أصلي بحديث رسول الله، هل يصح؟ بسم الله الرحمن الرحيم إنما الأعمال بالنيات، ما يصح. هذا ليس من الكلام الذي يوضع في الصلاة. الذي يوضع في الصلاة ما كان من الله، لأنك بين يدي الله. إذا ضع في الصلاة في العلاقة التي بينك وبين الله ما كان من كلام الله. ولذلك قالوا كل ما كان من كلام الله أو من ذكر الله أو الصلاة على رسول الله، لأنك في الصلاة على رسول الله تقول اللهم صلي وسلم وبارك على رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. إذن وأنت في الصلاة لو صليت عليه فهذا ذكر لله. إذن كلام القرآن بعده كلام رسول الله، بعد كلام الله وكلام رسول الله كلام الناس كله تحت كلام رسول الله. وكلام الناس فيه العالي وفيه الداني، ولذلك قالوا البلاغة في النوع الثالث هذا ما يصل إلى أدنى المراتب،
بحيث لو تخلف منه شيء لصار أشبه بكلام العجموات، يعني كلام الحيوانات. إذن صار الكلام ثلاثة: طرف عال، وطرف دان، وطرف هو الوسط. الوسط كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والعالي كلام الله، والداني كلام الناس. وكلام الناس فيه إيه؟ مراتب. ولذلك ترى في كلام الناس من المراتب ما لا يعد ولا يحصى، لا يحصيه عدا ولا مدا إلا الله. يعني نقرأ للأدباء كلاما مفتوحا وعبارات طيبة، نحاول بهذه العبارات أن نتعلم منها أن البيان له سحر. قال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، وإن من الشعر لحكمة. من الشعر يعني بعض الشعر، والبيان منه أيضا ما يكون سحرا للإنسان، يعني يجعل الإنسان مسحورا مبهورا. اقرأ لأدباء المسلمين من قبل الإسلام ومن بعد نزول القرآن إلى يومنا هذا، سترى أنواعا وألوانا ما لا يحصيه إلا المولى عز وجل. ولذلك ترى في كل عصر أدبين، يعني كل زمان له أدباؤه. اقرأ للذين كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم ترى لهم أدبا، وخصوصا إذا كان هذا شعرا. بعد ذلك في العصر الأموي، العصر العباسي، وبعد ذلك صارت اللغة فيها اللغة الأدبية واللغة العلمية. واللغة الأدبية العلمية يعني هناك في لغة الناس لغة أدبية، يعني كلام جميل، وربما كانت المحصلة في المعاني لا شيء، إنما أنت قرأت كلاما. وهناك كلام علمي يعني يهتم بالمعاني ولا يهتم بالمباني. وهناك علم مؤدب يعني تأخذ المعاني بروائع المباني، وهذا هو الذي يعني يقصده أهل العلم المؤدبون، يعني يقفون عند المعاني ولكن بلغة جميلة في المباني، يكون المبنى جميلا والمعنى جليلا. إذن يهتمون بالمعاني ويهتمون بالإيه؟ بالمباني. ولذلك في الكتب القديمة تلاحظ أن بعض الكتب لاهتمامها بالمعنى نلاحظ أن المبنى فيه شدة. لماذا؟ لأنه تم بإيه؟ بالمعنى، وجعل المبنى مع الإيجاز والتقديم والتأخير المبنى على المعنى، لكن لا يعرفه إلا من كان على مستوى الشيخ صاحب الكتاب. النسفي في كتابه في التفسير سبحان الله أوجز وخلص الكشاف للزمخشري، يعني الكشاف للزمخشري هذا كتاب واسع، لما قرأه النسفي رحمه الله حاول أن يأتي بالمعاني التي فيه لكن مع إيجاز العبارة، فلما أوجز العبارة صارت صعبة. ولذلك في أيام أن كنا طلابا في القسم الثانوي في السنة الخامسة الثانوية، أيام أن كان الثانوي على خمسة، لأنهم كانوا جعلوه على خمس سنوات كالصلوات الخمس، كان الأمر كذلك. ولذلك كانت فيه في هذا القسم بركة، يخرج الطالب معه الثانوية الأزهرية عالما يصعد المنابر، بل إنه تهتز له المنابر ومعه الثانوية، فإذا دخل الكلية دخل مستعدا للقاء العلماء الكبار. فكان النسفي من الكتب التي تدرس في القسم الثانوي
من السنة الأولى إلى الخامسة. فكان عندنا في السنة الخامسة من تفسير النسفي سورة الحج والمؤمنون والنور، وكان الشيخ المفسر رحمه الله من أعلام العلماء، ليس من العلماء فقط وإنما من أعلام العلماء. فشيخنا عبد الرازق هذا عليه رحمة الله كان يحفظ النسفية بالكلمة، بل إنه كان يعد الكلمات عدا في السطر الواحد، يقول هذا السطر فيه 10 كلمات تبدأ بكذا وتنتهي بكذا. هذا دليل على أن الشيوخ السابقين كانوا يهتمون بالعلم اهتماما ما له نظير في حياتنا، يعني عجائب. رجل يحفظ الكتاب بالكلمة ويقول في السطر 8 في الكلمة 9 في الطبعة 4 خطأ صحيح، والشيخ يقول هذا من رأسه، وكان يقول العلم في الراس خير منه في الكراس، يعني العلم في الرأس، وأما ما كان في الكراس فصاحب المكتبة يحمل كتبا، فصاحب المكتبة ليس بعالم. فإذا كان علمك في الكراس فلست بشيء، العلم فين؟ في الرأس. شيخ في يوم وجد عبارة صعبة في قوله تعالى اهتزت وربت في أول سورة الحج، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، علق الشيخ النسفي أخذا من الكشاف، فكانت عبارته دقيقة ولكنها معصورة، يعني لا تستطيع أن تفهمها إلا بشرح. يقول النسفي اهتزت وربأت وربت، قال بعدها وربأت حيث كان يزيد ارتفعت. الشيخ طبعا حفظها وفهمها لكنه عرضها علينا، قال يقول الشيخ، ويقول الشيخ الكبير، يقول الشيخ وربت وربأت حيث كان يزيد ارتفعت. قال ما المعنى يا شيوخنا؟ قلنا لا نعرف، كنا طلابا في الثانوية يعني في السنة الخامسة بعد 9 سنوات فرضا بخلاف السنة، فأخذ يكرر حتى يرى منا من تحرك، فما تحرك أحد. ألم تفهموا؟ قلنا لا. قال أشرح لكم، وربت، قال بعدها وربأت، يعني قرئت وربت وقرئت وربأت، إذن فيها إيه؟ قراءتها. ثم قال حيث كان، يعني صارت القراءة الثانية وربأت بجانب القراءة الأولى وربت في أي مكان في القرآن. طب ويزيد؟ قال يزيد يعني قرأها يزيد، إذن يزيد هذا من القراء. طيب وما معنى ربت وربأت؟ معنى ربت وربأت ارتفعت، إذن جاء بالمعنى في النهاية، يعني جاء بالقراءات وجاء بالإشارة إلى أنها في كل مواضع القرآن، وجاء بالقارئ وهو يزيد، وجاء بالمعنى. هذا كله في خلال نصف سطر أو أقل. نعم، يعني العبارة هكذا وربت وربأت حيث كان يزيد ارتفعت. يعني أنت حينما تقرأ في الكتب القديمة أمثال هذه العبارات ترى يعني شيئا صعبا، ولذلك ما كنا نستطيع أن نقرأ في الكتب القديمة إلا بعد أن يقرئنا شيخ من شيوخنا الكبار الذين لهم خبرة ولهم في تاريخ قراءة الكتب الكبيرة تاريخ كبير. شيخنا الحجار رحمه الله
كان يدرس هنا في الجامع الأزهر، وهو أستاذ في قسمنا في قسم البلاغة. والشيخ الحجار كان من إخواني الشيخ الشعراوي، يعني كانوا في كلية اللغة في وقت واحد. حتى سألته أنا وأنا في الدراسات العليا، قلت له يا شيخنا ماذا كان شيخنا الشعراوي أيام أن كان طالبا في كلية اللغة سنة 40؟ قال يعني كان كما رأيتموه عفريتا من النثر والشعر، يقول نثرا ويقول شعرا وله باع. لكن لكل واحد من هؤلاء العلماء منحة من الله. شيخ الشعراوي منحته أنه فهم اللغة وأسقطها على لغة القرآن، فخرج هذا التفسير اللغوي الذي يعطينا المنح لكن بعد المحن في فهم القرآن الكريم من خلال شيخ الحجار. كانت مهمته أن يتعرف على أسرار اللغة من خلال الكتب القديمة، ولذلك في كتاب الإيضاح رأى أشياء لا تفهم والطلاب لا يستطيعون فهمها، فبدأ الشيخ يفتح هنا في الأزهر كتاب الإيضاح، وشرح هنا جزء البيان في الإيضاح، يعني أخذ من الإيضاح ما كتبه القزويني في الإيضاح في علم البيان، وصنف فيه كتابا، والكتاب طبع مرة واحدة، وسماه الإفصاح. الإفصاح عما تضمنه الإيضاح، لأنه رأى أن الإيضاح كان يفهم أيام الشيخ وكان إيضاحا في أيامه، لكن صار في أيامنا يحتاج إلى إفصاح، يعني ليس إيضاحا، ولذلك سمى كتابه الإفصاح عما تضمنه الإيضاح، وطبع مرة واحدة. ولذلك لما كنا معه سنة 81 وتسعمائة وألف، وكنا طلابا حوله وفي بيته لأنه كان اقترب من 90، فقالوا لنا اذهبوا إليه. قلت له يا شيخنا هل عندك من الكتاب ما ننتفع به؟ قال أنا نسيت الكتاب وما في الكتاب، علمي في رأسي، لأن الشيخ كان قد كبر. الشيخ أراد أن يقول إن الكتب التي يمضي عليها زمن تحتاج إلى تجديد. لماذا؟ لأن اللغة أصبحت لا تتفق مع حال الناس الذين يسمعون. ولذلك في كلية اللغة هذا الكتاب مقرر، كتاب الإيضاح، ولكن الطلاب لا يعقلون، يحتاجون إلى إفصاح عن الإيضاح. لماذا؟ لأن الإيضاح كتب في زمان في القرن الثامن، ونحن الآن في القرن الخامس عشر، يعني من 800 سنة. إذا ما قيل من 800 سنة هل يصلح لهذا اليوم؟ لا، يحتاج من العالم إلى أن يقوم على تفسير هذا الذي كان. ولذلك يعني حينما أردت أن أشرحه أردت أن أبين ما كان في الكتاب وما يجب أن يكون عليه في هذا الزمن، لأن هذا كان في زمان سبق ونحن الآن في زمان يحتاج إلى شيء آخر. فالشيخ كتب عن البلاغة لها طرفان، طرف أعلى وطرف أدنى، لكن الجاحظ كان أحكم حينما فصل الكلام على الواقع وقال الكلام على 3 ألوان: لون عال وهو القرآن، تحته مباشرة متصلا به هو كلام إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد كلام الله ورسوله إذن هناك كلام الناس، وكلام الناس فيه مراتب، ومراتبهم تتفق مع الذين يعيشون بينهم ولا تتفق مع الذين جاءوا من بعدهم. أما القرآن والسنة فإنهما يصلحان
ويصلحان لكل زمان ومكان، لأن الأول كلام الله والثاني كلام إيه؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من نقص الإنسان أن كلامه يصلح في وقت دون وقت، لكن كلام الله يصلح في إيه؟ في كل وقت. وكلام الإنسان يصلح في مكان دون مكان، لكن كلام الله يصلح في كل مكان وزمان. ولذلك هناك من الذين لا يعلمون ولا يعقلون وليسوا على لغة القرآن، حينما يسمعون القرآن الكريم تراهم يهتزون. لماذا؟ لأن المتكلم من؟ الله، ونحن عباده. حتى إذا سمعنا كلام الله اهتزت قلوبنا، فهمنا أو لم نفهم. يعني الفلاحون الذين يعيشون في الريف وليس لهم شأن في العلم، وحينما يأتي قارئ القرآن ويقرأ تراهم يبكون. هل هو بكى من فهم شيء؟ لا، هو بكى لأن القرآن دخل إلى قلبه، لأن قلوبهم على الفطرة، فلما كانت قلوبهم كذلك دخل إليها القرآن، فلما دخل فيها القرآن اهتزت القلوب. هذا لأن الله يخاطب الإنسان وهو خالق الإنسان، ولذلك يهتز له قلب الإنسان، بخلاف كلام الناس. كلام الناس والله إن كان يعني له حظ من حاجة الناس فهموا، وإن لم يكن له حظ من حاجة الناس لم يفهموا. العلماء يختلفون بحسب أحوالهم مع الناس. يعني كان هنا في الأزهر الشيخ الجعفري رحمه الله رحمة واسعة، وأنا عاشرته 10 سنوات وانتفعت به طويلا وكثيرا وكتبت عنه. الشيخ كان درسه بين الوقتين، إن جلس في الظهر قام في صلاة العصر، جلس في العصر قام للمغرب، جلس في المغرب يعني إلى العشاء الأمر سهل. وكان يقول في أيام ذكرى جدي الحسين أجلس هنا في الأزهر لأقول في العلم ما بين الظهر وماذا؟ وطلوع الفجر. يعني من الظهر إلى الفجر لا يقوم إلا لصلاة. علم يتدفق. وأنا حينما سمعت منه العلم رأيت عالما لو تكلم على الدوام ما مل منه أحد، وإنما عالم تمكن في علمه من تفسير كلام ربه، وهو محدث ومعه سنده، وقارئ بالروايات العشرة ومعه سنده، وفي الفقه على المذاهب الأربعة وزيادة، وفي النحو والصرف والبلاغة إمام لا يبارى. ولذلك ترى عن مسألة الواحدة يطرحها الشيخ نحوا وصرفا وبلاغة وأدبا، ويأتي لها بالأقاصيص من تاريخ المسلمين، ويأتي بتفاسير المفسرين وأحاديث المحدثين. يعني شيخ كان معلمة. ولذلك كنت أقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والأزهر يستحق هذا، أن يكون العالم الذي يكون على بينة يكون على هذا المنوال. ولذلك يعني أرى أن نحن يعني نقول مما علمناه منهم من باب التفريع، لكن يعني لم يصل إلى هذا المستوى في العلم إلا قليلا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالشيخ حينما يقول وللبلاغة طرفان أتى بالعالي والداني، ولكن هناك مرحلة وسط وهي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب اقرأ لنا حتى يعني نختم.
وإن قد عرفت معنى البلاغة في الكلام وأقسامها ومراتبها فاعلم أنه يتبعها وجوه كثيرة غير راجعة إلى مطابقة مقتضى الحال ولا إلى الفصاحة تورث الكلام حسنا وقبولا. هو يشير إلى علم البديع، لأن علم البديع هو علم التحسين والتلوين، لأن الشيء لابد له من تحسين يكون بعد الأصل، كالذي يقوم ببناء المسجد البيت، فإذا أقام البناء بعد أن ينتهي من البناء على المقاصد التي يراد لها البناء يقول سنزين البناء ويقوم بالطلاء، يبقى إذن لا يكون الطلاء إلا بعد تمام البناء، وهذا موجود في الكلام. بعد أن تعطي المعنى حظه من المبنى نقول لك حسن الكلام ليكون له قبول وليكون الكلام مقبولا، فتأتي بألوان التحسين منها الجناس منها غيره. ولذلك من هنا نلاحظ أن علم البديع يأتي في النهاية، لكن علم المعاني في البداية، وعلم البيان في الوسط. إذن البداية بعلم المعاني، لأن المعاني هي المقصودة، ثم تبين المعاني بعلم البيان، ثم تحسن المعنى والمبنى بعلم البديع. ولذلك علوم البلاغة على هذا ثلاثة: علم المعاني، علم البيان، علم التحسين والبديع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعته، أن يباعد بيننا وبين معصيته. أسألك يا مولانا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا صادقا وبدنا على البلاء صابرا وفي الطاعة سائرا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم فهمنا أسرارك، البسنا ملابس أنوارك، خذ بأيدينا إليك على طاعتك وفي سبيل معرفتك، حتى نلقاك يا رب العالمين في أحسن الخواتيم. نك يا مولانا نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.